عايزين تعرفوا مين دافنشي يا عزبة الورد؟ دافنشي ده روح طاهرة شفافة من جنود الله، وردة جميلة من ورود الجنة، بعتها لكم رب الرحمة والقدرة والملكوت، وزرعها في أرض خربانة وملعونة بالشر والطمع والمعاصي. بعت لكم آية من آياته وشفتوها بعينيكوا لحم ودم عشان تشموا ريحتها وتطهركم من العفن والخبائث، وانتوا اللي ضيعتوها، ضيعتوا الرحمة والمعجزة، ضيعتوا الروح اللي ظهرت لكل واحد فيكم وتشكلت له حسب عواه. هارون وعنايات شافوا دافنشي سيد أبو الروس البلطجي صاحبهم اللي مات من سنين وهم كملوا عمايله السودة ومسيرته المأندلة، ورباب شافته ميت في المشرحة مستني ايديها تقطع وتبيع، وظهر لها في الحارة تاني عشان تحس بذنبها وتغسل ايدها من الدم، وظهر لابراهيم في الزنزانة عشان يرحمه من الحيرة ويعرفوا ان سكة ربنا مش بالدقن وارهاب الناس، ويرجعوا لحبيبته الشبيحة يعقلها ويطلبها في الحلال. وعصران شافوا عفريت من العفاريت البلاستيك اللي بيخدع بيهم الناس لحد ما جابوا في وسط الناس اللي ضحك عليهم وقال له عايز تتوب توب قدامهم وقول الحقيقة. وجه لفاطيمة زين العابدين عشان يطمنها ويطبطب عليها ويقول لها عالجي الناس بدل ما تخافي منهم وتعيريهم بالجهل والإجرام. حتى أنا ما فهمتش المعجزة وما قريتش العلامة، فسرت الكرمة بنت سليم شبح واحد ميت بيستنجد بيها علشان تظهر جريمته، والحقيقة أنه كان بيجرها لجرائم تانية كتير مالية البلد ومحدش قادر يكشفها. ولما يأس مننا ومن غباوة قلوبنا هرب من بيت الرجل الوحيد اللي ما شافوش بعينيه، وقال له اختمها يا عم صلاح، اختمها وقول لهم ان انا عفريت. ناس عايزه واحد يكون ولي صالح من اولياء الله، مش واحد مخبول وضايع ما عرفتش حتى هو مين. يا خبر اسود ومنيل، ده بجد يا دافنشي؟ دي المعجزة حصلت بجد والراجل عملك ولي من أولياء الله الصالحين؟